أثابكم الله. المرسلة واو عين تقول: ما حكم إلقاء النكت وسماعها علما أنها نكت لا يذكر فيها أسماء أناس معينين؟ النكت الخفيفة التي تكون القصد منها الترويح عن الحاضرين وعن النفس لا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حق. أما النكت الكثيرة والتي تشغل الوقت، أو إنسان ليس له عمل إلا التنكيت وإضحاك الناس، فهذا غير مرغوب فيه. نعم.